الناس اللي بتدافع عن محمد صلاح وانه عادي ساب مراته تتحضن من راجل غريب وبيقولوا ان هو ده التمدن، خلاص نزل مراتك وبنتك للشباب على القهوه يبوسوا فيهم بدل ما هم بيبوسوا الشيشه. انا ما عنديش بنات، نزل مراتك وهم هيطلعوها لك حامل في بين يا معا. اما الناس اللي بتقول ده راجل قد ابوها اكيد مش هيبص لها، هو الهضبه لما مشي مع دندن مش كان الفرق بينهم فوق ال 30 سنه، والصبوحه لما كانت بتتجوز مش كانوا العرسان اصغر منها ب 40 50 سنه؟ فرق السن ما بيلغيش الشهوه وبالتالي ما يلغيش الحرمانيه. وانت شايف كلامي ده مش مقنع، خلاص نزل امك يا رخرة للشباب على القهوه يا معا. بالنسبه بقى للسترونج خريات، بس انتوا مجتمع ذكوري كلكم بتفكروا بنفسكم التحتاني بس، عشان كده شفتوا الحضن ده حضن شهواني. خلاص يا مره يا بنت بنت. لما جوزك يتجوز عليك مثنى وثلاث ورباع، عشان الجمله دي بتكويهم من جوه. انت برضو اللي شهوانيه وبتفكري بنفسك التحتاني، ليه فهمتي ان هو بيدور على حاجه شمال؟ الشاب في ازمه ما بين عدد الستات وعدد الرجاله في العالم فقرر يحلها. يا مره يا بنت الموبوءه. اما الناس اللي بيقولوا محمد صلاح انسان حر مش ملزم يراعي في تصرفاته اراء مجتمعاتنا، غريبه. انتوا نفس الناس اللي كنتوا بتقولوا لنا من كام شهر لما ما اتكلمش على الاحداث يا جماعه اصل صلاح مش حر ما يقدرش يقول رايه بسهوله، الانديه تقلب عليه ويرحلوه. لا واضح فعلا ان هو انسان حر، حر صيفا ومركوب شتاء. شكلك فاهم يا نص. اما بالنسبه للناس اللي حولوا القصه دي لموضوع سياسي وقالوا ان اي حد بيهاجم محمد صلاح يبقى هو من اعداء الوطن، ايه واحنا معترضين انها كانت بتبوس النسر اللي على علم مصر؟ مش هحاول اقنعك لان انت ما عندكش مخ، انت خروف بتكتب الكلمتين دول ناقلهم من خروف تاني زيك. ردي عليك وعليك. امك على امه. ام مكة تؤكد بعد الحضن ده ما اسميش ام مكة، اسمي ام موسم الرياض. محمد صلاح يؤكد بعد الحضن ده ما تقولوليش يا مو، قولولي يا محميحو. يا ايه محميحو؟ بس بصراحة أنا مش مغلط محمد صلاح، الراجل كان واضح معانا من الأول، هو قال لنا موقفه إيه بس إحنا اللي ما فهمناهاش. أموت وأعرف عمرو أديب هيطلع يدافع عنه إزاي، يعني إيه المبرر اللي هيستند له ويلف عليه؟ أنا عارف إيه المبرر. طالما تبوسة إن بابليك وما فيهاش فيلينجز سو وات. والله العظيم خوان. أم مكة تؤكد قلوب حضني بس الحجاب حصني. الله ما ده التفسير المنطقي الوحيد انها لابسه الحجاب وهي بتتحضن. يا راجل عيب، انت كفايه حضن تاني بقى، جوزي واقف. يبقى راجل خرافي. يحضن صلاح بقى، يلا على يا مو اهو حاجه من ريحه المدام. يعني حلو قوي اني اروح احضن الراجل الكلوب اللي خلى منظرنا كلوت. يا راجل يا عديم الحساسه. عشان الشهرة ما نقدرش نقول لا، عشان العالمية ما نقدرش نقول لا، عشان الفلوس ما نقدرش نقول لا، عشان الغرب ما نقدرش نقول لا، عشان الكارير ما نقدرش نقول لا، عشان ربنا نقدر نقول لا. الله دي حريتنا الشخصية، ثم ان الدين يسر يا راجعيين. هاي، في اجتماعي الاخير مع جمعيه المفشخين في الارض كنا عاملين ندوه تفشيخيه تحت عنوان لو انت كين هتسن السكاكين، كين يعني حريص، اكتبوها عندكم وقولوا عرفناها من مستر في ترانسليت. زمان كنا بنسمع جمله شهيره لاي اب او اي ام، انا لازم اعرف كويس مين صاحب ابني، ساكن فين، بيتكلم ازاي، بيعمل ايه، عشان ده اكتر واحد هياثر في ابني وابني هيقلده. النهارده مع تطور الزمن بقى اكتر صاحب للابن الموبايل بتاعه، هيشوف النهارده مين الناس اللي على موبايله اللي هو واخدهم قدوه، لان دول اللي هيقلدهم، خصوصا لو الشخص اللي على الموبايل ده بيتقدم له في الاعلام ان هو ده النموذج وهو ده القدوه ويا ريتك تبقى زيه. انا مش بس هفلتر، ده انت لو غلطت هتتقنطر، همسك الغلطه واكبرها واشاور عليه. ده مش عشانك انت حر اعمل اللي انت عايزه حسابك مع ربنا، بس عشان ابني اعرفه ان يا ابني ده غلط ما تقلدوش. هنا الاهل مش بيجرسوا الشخص المشهور بس هما بيحموا عياله. فهمتوا احنا ليه بقى بنتكلم والناس بتتكلم عن موضوع محمد صلاح؟ عشان ما يجيليش اي عيل فلوطه يقول لك انتوا ليه بتتكلموا عن محمد صلاح؟ بتسيبوه في حاله. اسكت يا اخي اسكت اسكت. المشكله ان نفس الناس اللي بيقولوا لنا يا جماعه سيبوا صلاح في حاله ومش عاجبك ما تخليش ابنك يتفرج عليه، هم نفس الناس اللي ما كانتش عاجباهم فدوى مواهب ولا كاسدي هتضر عيالنا، وكمان كانوا عايزين يرفعوا قضيه عند النائب العام عشان يقبضوا عليها. الله، يعني انتوا عارفين اهو ان في حاجات ممكن تضر عيالكم وعايزين تحافظوا على عيالكم، ايه احنا بقى مش من حقنا نحافظ على عيالنا؟ ايه ولاد الوسخه. التناقض ده اكيد لك ان هم لا تفكيرهم رايح للحريه ولا المساواه ولا الجو ده كله، هي تفكيرهم الحقيقي حاجه واحده اللي ما يقدروش يعلنوه، اي حرام يدعموه واي حلال يهاجموه. انا بحب الفساد. هي القصه ان مرات محمد صلاح اتقفشت في زوره هي بتحضن المدرب بتاعه، طبعا انتوا عارفين مين المدرب بتاعه، يورجن كلوت ده. فالناس استنكرت هذا الموضوع مش عشان هي محجبه وبتحضن راجل ولا عشان هي مسلمه وبتبوس راجل، بس عشان هي في انجلترا وعملت الفرنشايه.
واحقاقا الحق هي البوسة وجملة يعني هي مش قصدها والراجل كبير وبوسة اخوية وقصد دي عاداتهم وهي مش قصدها حاجة وده رمز الاحترام دايوس صح انت دايوس صلاح قالك لا طالما انت بوست المدام يا غالي مراتك خلاص بقت حلالي وراح عبطها وبكده يبقى الموضوع خرج من تحت بند الدياسة والعياذ بالله ودخل تحت بند تبادل الزوجات بزراميط بزراميط ان في ناس تطلع تهاجم الصورة دي قادر افهمه على اساس ده ضد ديننا ده ضد عاداتنا ففي ناس صارت على الموضوع حتى لو بشكل اوفر لكن ان في ناس طلع تدافع عن الموضوع ده ما هو يا اما انت بتعبد محمد صلاح فلازم تبرر له ما تقدرش تغلطه يا اما انت راجل اريال والمدام جيركن بتاخد ما تقولش لا ونعمل الشباب وفي الحالتين سواء انت بتعبده او انت والمدام لا مؤاخذه يلا ينعل ابوك واولاد واسع ان انتوا ناس ما عندكوش مخ احنا مش بنكلمكم احنا حلقه النهارده للناس اللي عندها مخ وعايزه تفكر ممكن يكون لعيب شطور بس ورا منه في الف خبور من حقك انك تتفرج على محمد صلاح وتقول ده لاعب شاطر لكن لو هنيجي لمنطقه القدوه فالراجل ده عنده غلطات كتيره جدا ما تخليهوش مؤهل انه يبقى قدوه من اول ما الاحداث طلع ما اتكلمش فيها والاطفال بتاع اخواتنا بيتدبوا ومتجاهلهم ويروح يحتفل مع اطفال تانيين حتى لما اتسال عن رايه في الخمره كلامه ما كانش صريح عمري مثلا نفسي ما راحت ان انا اشرب حاجه والنهارده الصوره بتاعه الحوض بتعلم ولادنا ايه ان احنا ما نقفش جنب اخواتنا بتعلمهم ان احنا ما نقفش جنب بلدنا ان لو قدر الله مصر حصل فيها حاجه من الاحتكاكات اللي بتحصل على الحدود دي اراهنك انك مش هتقدر تطلع تقول بيان غير لما يجي لك الاوردر وبتعلم ولادنا ان انهم ما يبقوش رجاله ويخافوا يقولوا رايهم دايما انت كده خفت تقول ان الخمره حرام عشان ما تخسرش مستقبلك يعني يطلعوا عبيد للمال وللدنيا وده ضد جوهر الاسلام يعني الاسلام فكرته ان انت تبقى عبد ربنا وحده سبحانه وتعالى طبعا هيطلع عيل بشخ يقول لك لا هذا الدين بيقول لك لا تلقوا بايديكم للتهلكه يعني عايزين يخسر مستقبله اسكت يا اخي اسكت اسكت فكر ان احنا شفنا رجاله كتير جدا في الفترة اللي فاتت في الأحداث الأخيرة خسروا حاجات كتير في سبيل إن هم بني آدمين أحرار مش عشان واحد مش قادر يبقى راجل يقول إن مفيش رجالة في الكوكب فبعد إذنك يا أستاذ صلاح وبعد إذن الإعلام يا ريت ما تحطوش محمد صلاح في إن هو القدوة لا أنت رمز للدين زيك زي بتوع تكوين والصورة دي هي التجسيد الحرفي للمسلم اللي تكوين عايزينه هو تفتكر النهاردة هيجي حد يقول لك اكفر أنا مسلم زي ما أنت بس إيه لازمتها السنة إيه لازمتها الصلاة أنت مسلمة زي ما أنت ومحجبة بس عادي قال لما تحضني ده راجل كبير ما يضرش فهو ده نموذج الشخص المسلم اللي هم عايزين يوصلوا له بعد تجديد الدين تجديد ده في بيت امك رح تغير السقف تغير العفش لكن الدين ثابت من 1400 سنه للنهارده لحد يوم القيامه الحرام حرام والحلال حلال ممكن نشرح لكن مفيش حاجه اسمها نجدد ده تثبت لي وجهه النظر اللي انا ما كنتش مصدقها ان انت نموذج مزقوق مش مدينك فلوس عشان تعمل كده بس يلمعوك عشان يقدموا لنا ان هو ده يا جماعه النموذج اللي تمشوا عليه فنخسر ديننا هتقول لي هيستفيدوا ايه لما نخسر ديننا هقول لك ان احنا لو عرفنا ديننا اول حاجه نعملها نتحد نقضي عليهم لما نلاقي صوره في خلقتنا لازم نقول دي فتنه انت ممكن عيل صغير عنده 7-8 سنين سافر اوروبا كمان 10-15 سنه فلان الصوره دي في دماغه هيقول لك خلاص عادي ما انا مسلم اهو هسيب مراتي تتباس وعادي جدا فانت خسرت دينه واحد تاني مسلم عايش دلوقتي في دوله غربيه وماسك هو ومراته على دينهم بيحاول لما يلاقيك انت كده يقول يعني هو انا حد احسن محمد صلاح يلا نفتح ده غير ان انت كمان اديت صوره غلط عن الاسلام للناس اللي مش مسلمين فلازم نشاور على صوره زي دي ونقول انها فتنه ونقول انها غلط علشان نفكر نفسنا ان انت مجرد لعيب كوره شاطر بس لكن ما انتش نموذج ديني انا ممكن اقلده الكسر قبله مزق مفيش حاجه احنا احيانا بنستقل بغلطه صغيره زي دي ايه يعني حضانتي يا الست لما بتخون جوزها بتخونه خبط لزق كده ولا بتبدا الاول تتكلم مع واحد على الشات اي غلطه صغيره بعد كده تفتح له الكاميرا غلطه صغيره بعد كده تحكي له الاسرار بعد كده تنزل تقابله بعد كده تركب معاه العربيه ده يوه ايدي خبطت في وركك وانا بحرك الفتيس يا واد ما انت اوتوماتيك مش مانيوال يوه ايدي جت على ارباجك وانا بس بسندك عشان بفار لحد ما يطلعوا الشقه وارتكبوا الجريمه الكبرى الغلطات الصغيره وش هتوصلك للغلطات الكبيره والكبائر قمه الحزن والاسى اننا بندافع عن الفلاسة بني ادم المحترم اللي واثق في نفسه هو اللي بيلتزم بثقافته وبهويته وبقناعاته في اي حته في العالم مهزة ايه الجربوع هو بقى لما يشوف اي حاجه عند ناس تانية يقولك انا هبقى زيهم عشان ابقى متمدن يعني خصوصا ان انا مش طالع مثلا من هاسيندا خلاص استاذنكم بقى اللايك والشير والكومنت والسبسكرايب تفعل الجرس لو انت اول مره تشوفنا ولو انت من العتاوله اللي عارفيننا من قبل كده جزاء المرقعه النزول على القفا لسوع لما حد بيقول راي يطلع حد يرد عليه براي ده شيء محترم لكن ان حد يقول راي زي ما احنا النهارده بنحاول نرد باراء الاقي حد بيقول يعني هو المسلم الوحيد اللي عمل كده انت ما بتفكرش غير محمد صلاح لا يبقى انت بتغير علي. اسكت يا اخي اسكت اسكت يا ابني رد على الراي حرام ولا حلال بعد اذنك لو الفيديو عجبك ابعت انشر كلم درمغ ما عجبكش مش عجبك عندك اقتراح ابعته غوره